معانا تشكيل المباراه النهارده. نروح بقى طبعا لكره القدم للكابتن حماده، بيقول ان هي الاساس بالنسبه لجماهير نادي الزمالك. طبعا في حراسه المرمى محمد عواد، خط الدفاع حازم امام، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، خط الوسط طارق حامد، محمد اشرف روح، اسلام جابر، يوسف اوباما، اشرف بن شرقي، خط الهجوم سيف الدين الجزيره. رايح حضرتك في التشكيل. والله يعني تشكيل محترم كويس من اللعيبه، السكواد اللي موجود عندك من ضمن يعني في مريح اللعيبه الدوليين اللي هم كانوا بيلعبوا المباراه الاخيره، زي فتوح وزي وزيزو، زيزو وامام عاشور، دول مريحهم خالص. بس زيزو ايقاف يا كابتن. طبعا احنا برضو بنبارك للمسلوسي والجزيري تاهل تونس لكاس العالم، بنبارك لبن شرقي تاهل المغرب لكاس العالم. طبعا لازم نبارك لهم لان تشكيل على الشاشه. انا حتى كنت بقول لحماده يعني التشكيل اللي احنا شايفينه ده 4-2-3-1، يعني ده اللي هو الايه الانسب للاسماء اللي موجوده. هل هنلاقي 4-3-3 بتتنفذ ولا هيظل نفس الطريقه 4-2-3-1؟ انا يعني رؤى وطارق حامد جنب بعض وقدامهم اوباما، وعلى اليمين على اليمين اسلام جابر، وعلى الشمال بن شرقي، وقدام الجزيره. ده التشكيل الطبيعي بتاع نادي الزمالك. طبعا الاربعه المدافعين وحارس المرمى طبعا عواد. انت رايح حضرتك عواد ولا جبل؟ لا جبل كمان ما شاركش في البطوله بشكل كبير، هو برضو في مباراه برضو. بص يا عبد الواحد، برضو لابد الا نغفل اهميه، انا سالتك انت بمناسبه ان انت حارس وحارس عظيم جدا في نادي الزمالك في المنتخب، فقلت لك ايه رايك في عواد. انا سالتك ايه رايك في عواد، حارس ممتاز، فانت كان رايك ايجابي جدا. فلما يبقى عندنا حارس يعني اما انت تقول عليه كويس يبقى اكيد هو كويس. فلما ياخد الفرصه لا واداؤه كمان يا كابتن في البطوله ما شاء الله، لما ياخد الفرصه بالتالي هيثبت وجوده. فان شاء الله التشكيل ده يقدر يعمل حاجه كويسه، ها ماتش رسمي في صوره وديه، ملوش رسمي في صوره وديه، ملوش قيمه يعني، خاصه ان احنا في المجموعات 5 مباريات ما كسبناش ولا مباراه، ما كسبناش ولا ماتش، واخد بالك ازاي؟ طبعا دي كانت بالنسبه لنا قاسيه جدا، وبالنسبه للعيبه وبالنسبه للجماهير امكانيات اللعيبه اللي موجوده يعني عايزين بقى يعني الامور. طبعا المدرب فيريرا ده بقى له مده دلوقتي مع اللعيبه، هو بينزل يشتغل، هو اللي بينزل بيشتغل. انا شفته كذا مره، مختلف تماما عن الفتره الاولى اللي 2014 2015، بينزل بايده بيشتغل عشان يصلح حاجات كتير جدا. فاتمنى ان اللعيبه اكيد تستوعب، هنقول الحاجات اللي هي الكواليس دلوقتي مع حضرتك، اتمنى ان اللعيبه تستوعب ده لانه هيبقى في مصلحتهم في الاخر.